دورة هواي أشياء مثل الرسم والظل، وتعلمت شلون أرسم منظر طبيعي بالدائرة والمربعات. وهمين راح أرسم أني هسه عن طائر غاضب، يعني عبارة عن عايش بحياة، وإذا ضاع منه فتشي أو عصبه فتشي راح يعصب كلش، فلونه أحمر. همين أي عمل إذا كانت به رسالة فهو نتأكد أنه مصير الإبداع. هنا عندنا رسالتنا بمركز إكس جروب التدريبي، هو تهيئة جيل قيادي ناضج علمي. فرضا باللغة الإنجليزية للأطفال، إحنا هدفنا مو مادي، هدفنا شلون إن نطور جيل ناطق باللغة الإنجليزية لأنه لغة العالم. فتشوفون الدورات مالاتنا بطريقة تفاعلية، بطريقة تدريبية خارجة عن المألوف اللي درسناه بالمدارس. أيضا دورة الرسم هي دورة قيادة بنفس الوقت، لأنه الطفل من يرسم راح يعبر عن ما في ذاته، مثل فكرة الكاتب من يكتب له شيء معين راح يخرج الطاقة السلبية مالته. هذا ضمن أهداف التنمية المستدامة اللي هو التعليم الجيد. هنا احنا ناخذ اللغه الانجليزيه بشكل تدريب، يعني احنا ناخذ الانجليزيه بشكل كوميونيكيشن يسمونه، اللي هو تواصل، اللي هو الطريقه الحديثه. الفرق بين التدريس والتدريب كبير جدا. طبعا قبل شويه المتدربين سالوني سؤال، طبعا هذا السؤال جدا مهم، قالوا هم دول يعني الامريكانز والبريتش شلون يدرسون الانجليزيه هناك باعتبار هم لغتهم. فللاسف احنا هنا بالمدارس ندرس اللغة الإنجليزية مثل ما هم الإنجليز أصلاً يدرسوها. الأطفال جداً متفاعلين، ليش؟ لأنها أول شيء لغة جديدة إنجليزية، ثاني شيء عندهم مهارة بتقبل الطفل اللي هو يعني خلينا نقول هو فتشي فطري عنده، تقبل اكتساب عنده قوي جداً، بحيث أنت بالبيت إذا تعيد كلمة عليه أكثر من مرة راح يقوم هو يسولفها واحدة، تمام؟ بغض النظر عن الكلمة شنو، يعني شنو معدلها إنجليزية أو غير إنجليزية. تقبل اللغة عندهم سريع جدا أكثر من الكبار، لأنه إحنا دائما نقول هو هذا الطفل هو ورقة بيضة وإحنا نكتب عليها، تمام؟ فتقبله أسرع، خاصة الأطفال اللي تحب اللعب تحب الحركة، فإحنا دائما هنا ندرسهم بطريقة اللعب، الأغاني، الأكتيفيتيز، نشاطات نسوي لهم، فهم جدا يعني يكونوا متحمسين ويانا ويدخلون ويانا بالجو رأسا.